كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أن كدرا كيف يصحو كيف يصحو بما تقول النواحي من سقته الهموم أن كدراحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح كيف تهنين الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس ويل أرواحي وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفتال أشباحي فوقوه بيض الضباء بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي الله انتخبهم بالسعه أد ملك القبيلة عفاك طيعي ينجال وكل فتايا حظايشي فازت عبيد بهايا ومنها خابت احرار مأجور فيهم نصارى والسعاد سواه منصب
والضيغم محمد يعوه أوق المرض في الدار في كل وقع برقيل أكبر يشي مولى أبو ذر الغفايا أري صار من رحمك الله ابن فايز لعلام رفت والعبيد شاي العلم حظان هضبه واختلايا أطدم بدمهم بعيد وقريب اللي لفاو ملك القبي وسيداه لحظوظ جابتهم وجلبتهم من بعيد عدهم ملاقات المنية يا جله العيد كل من بعمره للفنايا متقدم يريد فادي له بروحا وكلهم فدوهيل معذور فيهم بو علي لو وقف محتار يوم يعاينهم عرايا فوق لوعة ما صار في الدنيا مثله إلهم صفوة انصار حقل عليهم لو وقاف دمعا يسيله